هل تعرف نيوتن؟ لا والله يا أستاذ. لو منتبه هدرسك كنت عرفته. أستاذ أنت بتعرف حسام؟ لا لو كنت منتبه حبنتك كنت عرفته. أستاذ أستاذ ممكن تعيد الشرح لنا ولا ما فهمت عليك؟ لا كان لازم تسمعي من أول مرة. حيوان. عفوا؟ لازم تسمع من أول مرة. الله اللي بحس حاله غبي فيك ويوقف. يعني عارف حالك غبي عشان هيك وقفت. لا استاذ بس حزنت عليك وانت واقف لحالك. اوبا وقعنا في التميم. لما بدنا نحكي لشخص انه تعال لهون باللغه الانجليزيه شو بنحكي له؟ Come here. احسنتي برافو. طيب اذا بدنا نحكي له روح لهنيك شو بنحكي له؟ استاذ بروح لهنيك وبقول له come here.